السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الكاتب الصحفي محمد الاسكندراني في فيديو جديد عن الحج وتأشيرة الزيارة، وهنتكلم عن حاجات وتحذيرات في غاية الأهمية. وهحكي موقف حادث بالفعل من قيمة يعني الساعات اللي فاتت علشان خاطر الناس تعرف ومحدش يضحك عليها. دايما بطلع في فيديوهاتي عشان أوعي الناس من خطورة أو التعرض لأي مواقف قد تلغي العمرة الخاصة بي أو الحج الخاص بي. اتكلمنا عن الاسعار، واتكلمنا عن سعر العباره، واتكلمنا عن حاجات كل ما يخص الناس والحاجات دي، واتكلمنا برضك او هقول هنا نقطه اضافيه خاصه باللي خلاص يعني مفيش الغاءات خاصه بالحج السياحي، يعني خلاص المرحله دي عدت وما ينفعش حد يلغي عشان كان حد سالني في الاسئله، يعني ما ينفعش اتنازل، ما ينفعش كده، الكلام ده خلاص يعني. طيب الفيديو ده خاص او هتكلم فيه عن جزئيه مهمه، وده بشكل من مسؤولين وناس مختصة فعلا يعني وذات صفة مهمة يعني في خصوص الحج. حدث الناس بتحب تستنصح شوية، طلع بتأشيرة عمرة، آسف، تأشيرة زيارة طالعة للسعودية ومسافرة اللي هي راحة السعودية. طيب وانت بتاخد التأشيرة في علامات استفهام كده لازم تسأل فيها، هترجع امتى؟ هل قبل موسم الحج؟ يعني هل في يعني اثناء الحج هو شغال، هل هنرجع في هذا التوقيت ولا بعد الحج ولا قبل الحج؟ خد بالك انت النهارده لما بتيجي تاخد تاشيره زياره، انت رايح السعوديه دلوقتي ورايح تاشيره زياره، رحت رايح وقفوك في الجوازات في المطار، بيبص لقى اللي انت ميعاد رجوعك بعد الحج، هنا هيروح عامل لك ازاي يا باشا؟ روح محول شركة سياحة للتحقيق، وان ثبتت المخالفة وفقا لقانون تنظيم شركات السياحة ووفقا لبوابة العمرة المصرية، هوبا هتبقى مخالفة، والشركة هنا ما بتكلمش المواطن بس، وهتكلم كمان شركات السياحة، انت حضرتك العمرة بتاعتك هتقف او التأشيرة بتاعتك هتقف او ايا كان، ومش هتقضي رحلتك عشان بس نبقى واضحين مع بعض. الحاجة التانية ان شركة السياحة تحول للتحقيق، حال ثبوت المخالفة ديا وحال ان الكلام ده نتيجة التحقيق طلعت ان في فعلا مخالفة خاصة بالموضوع ده، شركة السياحة تتعرض لعقوبات، العقوبات دي قد تصل لإلغاء الشركة نفسها، ممكن يوقفك موسم عمرة، يوقفك موسم حج، يوقفك سنة، ايا كان العقوبة وفقا لدرجة المخالفة، تمام، القانون هيضطر يوقفك. انا بقول الكلام ده ليه؟ علشان الناس تعرف تبص بعينيها في الباسبور وانت طالع، لو طلع تأشيرة زيارة وطالع جميل السعودية، ابص هي قبل الحج ولا بعد الحج، لو قبل الحج امين مفيش مشاكل، اطلع يا سيدي وان شاء الله ترجع بالسلامة. طب لو بعد الحج هتقول لا يا باشا انا عاوز بقى ايه، هنا بقى التأشيرة دي كده مش مظبوطة وكده هتوقفني وهتدخلني في قصة، فعلى ايه؟ لا يا باشا انا مش محتاج ده، بعد اذنك هتعدل لي توقيت التأشيرة، او انا مش هستلم تأشيرة، او انا ايا كان الباسبور ده انا محتاج التأشيرة بتاعتي ليوم مثلا كذا، اللي هو قبل الحج، قبل الحج بقى ب 10 ايام، ب 20 يوم، بأي كان اللي انت هتعوزه. خلاص الحاجات دي من الحاجات المهمه او الملحوظات البسيطه اللي كانت يعني قد تعدي او تعدي على المواطن اللي نقول البسيط لزحلتي، بس انا عشان دوري هنا بقوم بالتوعيه والوعي للناس، وخصوصا ان في ناس كتيره من المتابعين بيسألوا أسئلة بتبقى منطقية أو بيتعرضوا لحالات إحراج أو أيا كان، فمن دوري إن أنا أبتدي أوعيك قبل ما تاخد الباسبور. واحد يقول لك بص أنا هطلعك الحج السنة دي نفترض مثلا ب 150 ألف جنيه، وده بقى بص أرخص حج في مصر، تسمع الكلمة دي أرخص حج في مصر؟ طب يا باشا تطلع طيران وقاعد والدنيا تمام وزي الفل، ويروح مطلع لك يا باشا تأشيرة الزيارة بتاعتك الجميلة، وهوبا تيجي وتطلع وبتاع، تيجي توقف لك في المطار. اه طب يا عم ايه ده، انت نصبت عليا ولا ضحكت عليا ولا عملت ايه، انا مش عارف يعني ايه الموضوع ده. لا يا باشا انت برضك ايه يعني، المفروض تبقى واعي للسعر اللي بيطلب، يبقى عندك الاسعار مثلا بمتينات فيما فوق يعني لغايه النص مليون جنيه، وانت جاي بتقول لي هدفع لك 150 الف جنيه، فده مش منطقي، انت لازم تبقى واعي يعني في حاجه غلط، لازم تسال. انا بتكلم ليه؟ وارد يبقى في سماسره، وارد يبقى في ناس، وارد يبقى في ايا كان بقى الشخص، وارد ناس بتنظم رحلات محترمه جدا، شركات سياحه بتنظم رحلات محترمه جدا، بروح لاهل الثقه ان انا اعرف اخد ودي معايا،
والشركة المخالفة، هو أنا بقوله الشركة اللي خلفت بتتحاسب وتخضع للتحقيق. منين؟ انا مثلا سين ما راحش اشتكى، لا دي وقفت في المطار، المعتمر بتاعه او الزائر بتاعه او ايا كان، لا التأشيرة بتاعته مش مظبوطة، راح وقف يا باشا، راح محول الشركة للتحقيق، شركة السياحة اللي طلعت. فأنا كمواطن كده كده دفعت فلوس، فلا يبقى أنا واخد بالي إن أنا بداخل الشركة أنا بعمل إيه، لازم أبقى محدد عارف المعلومة دي مهمة جدا، لأن في ضوابط مشددة للحج السنة دي، فمش عاوزين كلنا نغلط ونمشي ورا كلام ناس يعني مش مسؤولة. حبيت أطلع الفيديو ده وأنوه ناخد بالنا من موضوع تأشيرة الزيارة اللي هي ما تبقاش بعد موسم الحج، يعني التأشيرة بتبقى تصدر النهاردة مثلا لغاية بعد موسم الحج، لا ده أنت كده بقى هتقضي عمرة وهتقضي حج، وده بالمخالفة طبعا للتعليمات السعودية وهنا برضو التعليمات المصرية، فده هيعديك من المطار، مش منطقية. تمام، حبيت أوضح لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم الكاتب الصحفي محمد الإسكندر.